بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في لقائنا اليوم معاكم في شرح سفر الرؤيا الإصحاح العاشر. وفي البداية أحب أن احنا نقرأ النص بتاع الإصحاح مع بعض، وبعد كده نتأمل في الآيات بتاعة الإصحاح. ثم رأيت ملاكا آخرا قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها، كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، ألا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له: اعطيني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا، ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. الخطوم السبعة كانت عبارة عن علامات تمثل وبتشرح الكنيسة هتقابله في مسيرتها في هذا الزمان. الختم السابع لما اتفتح ابتدت الأبواق السبعة نسمعها ونقراها ونفهم اللي فيها. في الإصحاح الثامن تقابلنا مع أربعة أبواق، وفي الإصحاح التاسع تقابلنا مع بقية الأبواق. والأبواق دي عبارة عن إنذارات تحث الله على تحث الإنسان على التوبة والرجوع إلى الله ورفض الشر، وكانت إنذارات بضربات شديدة عشان الناس تتحذر نفسها وتعود وتتوب إلى الله. هنا بنسمع عن الرعود السبعة بتتكلم، لكن معرفناش هي قالت إيه، لأن ربنا منع يوحنا إن هو يسجل اللي قالته هذه الرعود. ولأنها رعود فهي بتشير لأخبار مزعجة، ضربات مؤلمة بتوجه للناس، وده في نهاية الأيام. وهدف الله منها كله دائما هو أن الإنسان يتوب ويعود إلى الله. وحتى لا يضطرب أولاد الله من هذه الأخبار، بنشوف المسيح ظهر في صورة ملاك واقف حاطط رجليه رجل على الأرض ورجل على البحر، يعني إشارة أنه مسيطر على أحداث هذا الزمان، بل أنه مزمع أنه هو يطهر الأرض والبحر من إبليس وأتباعه. وبعد كده نشوف أيضا وحش طالع من البحر ووحش آخر من الأرض، لكن المسيح القوي مزمع أنه هو يسحقهم برجليه. الناس تستغرب تقول: طب ليه ربنا أمر يوحنا إن هو لا يزيع ما قالته هذه الرعود؟ نقول لحكمة وربنا والخير للإنسان، لأن شخص يوحنا أكثر الناس كان حبا للسيد المسيح، والمحبة قادرة إنها تعرف كل شيء ولكن تحتفظ بما يأمره به الله. ونذكر إن ربنا من محبته لإبراهيم في حادثة سدوم وعمورة كان يعني زي ما تقول صعبان عليه أنه هو يخفي عن عبده إبراهيم ما هو مزمعا أن يفعله في سدوم وفي عمورة. فالمحبة
يعني دفعت يوحنا مثلا انه يتبع المسيح حتى الصليب. ولما ربنا حب يرجع بطرس قال له اتبعني، لكن يوحنا ما كانش محتاج انه يسمع الكلمة ديت. فربنا يعني كان حريص انه ما يذيعش ما قالته الرعود من اجل ان الانسان لا يصاب بالخوف ولا بالذعر، لكن محب يوحنا في محبته العميقة كان ايضا يتحمل هذه الامور فلا يخاف ولا يضطرب، بل انه مستعد ان يتقبل من يد المسيح اي شيء مهما كان، وثقا ان المسيح الذي يحبه يصنع الخيرات ويشعر بالامن والامان والاطمئنان في تبعيته للسيد المسيح. في العدد الاولاني من هذا الاصحاح نقرا مع بعض: رايت ملاكا اخرا قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابه، وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار. الملاك هنا كلمة ملاك يعني مرسل أو رسول، وكتير قوي في الكتاب المقدس دعي المسيح أنه ملاك العهد. والمسيح كان يتكلم عن نفسه يقول الآب أرسلني، ورسالته هو إحنا المؤمنين إن إحنا يطمئننا فلا نخاف لأنه هو ضابط الكل. وهذا الملاك وصف أنه قوي، فمهما كانت قوة الشر هو أقوى فلا داعي للخوف. ثانيا أنه سماوي نازل من السماء جاء إلينا على الأرض وصعد لكي يعد لنا مكان في السماء، لأن مكاننا معه في السماء كل حين، فنحتمل الألم اللي يسمح بيها خصوصا فيما تبقى من أيام على هذه الأرض. وأيضا وصفوا أنه متسربل بسحابة، والسحاب في الكتاب المقدس زي ما احنا عارفين كان يشير دائما إلى حلول الله وحضوره وإلى البهاء والمجد الذي يصاحب حضور الله، ففي مجيئه الثاني ليملك إلى الأبد هيتجلى المؤمنين هيتجلى ويظهر للمؤمنين بمجده حتى لا يمل المؤمنون في انتظار مجيئه. وصف أيضا أن على رأسه قوس قزح، المجد بقى اللي بيتوج بيه رأسه، قوس قزح ده يشير للصلح، كان علامة العلامة اللي ربنا أعطاها لنوح بعد الطوفان إن ظهر في السماء قوس قزح، فقوس قزح يرمز إلى المصالحة، فالتاج اللي بيتوج بيه رأسه والمصالحة التي أتمها بين الآب والإنسان. والسمائيين كلها تسبح بهذا الأمر وتمجد الله إنه هو يعني أعطى البشرية هذا الحب العظيم إنه تصالح معها. أيضا من ضمن الأوصاف اللي وصفت أن وجهه كالشمس، وجهه كالشمس يعني نور، نور من نور، دايما يوصف المسيح في الرؤيا أنه نور. وهنا برضو شاف رجليه كعمودي نار، فالإنسان اللي بيتقوى بالمسيح ويلبس المسيح قادر إن هو يدك العثرات والخطايا في هذا العالم، يعني كأنه عمود نار وجديد، ومهما اشتدت الضيقة هو أقوى منها، يستطيع إن هو يخمدها تحت أقدامه. بعد كده في العدد 2 شفناه إن هو معاه في يده سفر صغير مفتوح. وليه بقى وصف هنا السفر ان هو صغير؟ لان احنا في نهاية الايام اقتربت والدينونة آتية، والسفر فيه اعلانات واحكام هتحدث في نهاية الايام، يعني مفهوش كتير، في حاجات قليلة لان خلاص الايام اقتربت ان تنتهي. طب وليه مش مختوم زي السفر اللي قبل كده؟ لأنه يعني مفتوح بقى خلاص، كل حاجة بقت واضحة ومقاصد الله مفهومة في آخر الأيام، والناس دولت يعني وصفهم دانيال النبي أنهم الفاهمون يضيئون، يعني بيفهموا مقاصد الله اللي هتتم في الأيام الأخيرة. والملاك هنا وصف أنه وضع رجل اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، ده معناه أن هو الأمور تحت السيطرة، هو يعني يحكم ما يحدث في الأرض وفي البحر.
والآباء اللي شرحوا لنا الحتة دي قالوا إن هؤلاء هم تلاميذ المسيح اللي بيملأوا المسكونة، يملؤون البر ويملؤون البحر، يشهدوا ويكرزوا باسم السيد المسيح. والفترة دي فترة صعبة على فكرة اللي شاف فيها هذه الرؤية، لأن دي فترة ضد المسيح، والناس بقى هنا تفتكر إن الإيمان قد انتهى أو ضعف، وقليلين أوي اللي عادوا يؤمنوا بالمسيح، وده شعور صعب أوي، يبث روح اليأس ويحطم المؤمنين، وحتى اللي عايز يتوب يكسلوا عن التوبة، واخدين بالكم؟ ولكن هنا يظهر عمل الله أن له مؤمنين وأتباع في الأرض وفي البحر، واخدين بالكم؟ ويقول كده المزمور: للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل السكان فيها. فربنا لا يحرم نفسه من وجود من يشهد له في كل مكان وفي كل زمان، في الأرض وفي البحر، حاضر في الكنيسة، آسف، حاضر في الأرض اللي يحرس الكنيسة ويحرس أولاده، وحتى لا يضعف، حتى لا يضيع الضعفاء ويصغرون وتضعف نفوسهم وينتهوا. بعد كده نكمل في العدد 3 و4: وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد، وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبع بأصواتها، وبعدما تكلمت الرعود السبع بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: أختم على ما تكلمت به الرعود السبع ولا تكتبه. ليه هنا بقى صرخ بصوت عظيم؟ دي بقى إنذار أخير للي هم مش عايزين يرتدعوا ويتوبوا ويعودوا إلى الله، لأن قداسة الله لا تقبل الخطية بأي شكل من الأشكال. وعلى العموم هذا الأمر يشير لمحبة الله اللي هو يعني لا يريد هلاك البشر، لا يريد هلاك الإنسان، بل هو دايما يسمح بالألام ولكنه يدعو الناس إلى التوبة. فالأرض هنا امتلأت بالتجاديف ضد المسيح وأتباعه، والناس انطوت في الشر وبعدت عن معرفة الله، حتى إن اللي يظن أن خلاص كل من يؤمن بالله قد انتهى من على الأرض، ولكن ربنا بيحفظ أعضاء الكنيسة المجاهدة على الأرض، إلا الضعفاء بقى اللي هم بيخوروا بيضعفوا ونفوسهم بتضعف. عشان كده هنا يقول إيه؟ أن ربنا دعاهم بزمجرة كالأسد، والمزمور يقول إيه؟ كالجبار يسرع في طريقه، واخدين بالكم؟ هكذا وصف دعوة الله للإنسان بالتوبة، أنه كجبار يدعو الإنسان إلى التوبة. العدد 5 يقول: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء. هنا بيرفع إيده للسماء نوع من القسم، يعني لما يكون في مجموعة عايزة تؤدي قسم لازم يرفع إيده كده، إشارة لأنه هيعلن حاجة خطيرة، حاجة تهم اللي هيسمع. ودي نهاية الأيام، يعني نهاية الشر، نهاية الصراع بين الخير والشر، بين الكنيسة وبين قوى الشر والطغيان في العالم، وانتهاء فرصة التوبة، والخليقة كلها بقى تخضع لله. ووصف بقى أن الملاك اللي واقف هنا على البحر وعلى الأرض، يعني هنا بيورينا أنه ضابط الكل، المسيح ضابط الكل، فلا نخاف ولا نرتعد، هو يعني يضع كل الأمور تحت عينيه. في العدد 6 بيقول: وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه ألا يكون زمان بعد. يعني ألا يكون زمان بعد، يعني خلاص الأيام انتهت، الدينونة هتبتدي، والأحداث اللي في السفر الصغير هتتم بسرعة ودون أن يطيل الله أناته على البشر، ما عادش فيه بوقت لإطالة الأناة. ولكن هنا بقى نتذكر قول السيد المسيح له المجد لما بيقول: لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. ده بيوجه نظرنا هنا بقى لآخر الأيام، البوق السابع اللي هيعلن سر الله اللي العبيد الأنبياء بشروا بيه، اللي هو انقضاء هذا الدهر ومجيء الرب للدينونة.
نكمل بعد كده في العدد السابع: بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. زي ما قلنا إن البوق السابع هيعلن نهاية الأيام ونهاية الشر، دولة الشر على الأرض، ونهاية ضد المسيح الوحش أو الدجال. العدد الثامن: والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. ده صوت الملاك اللي كان بيرافق يوحنا، هنا بقى ظهر تاني بيديله أوردر. فذهبت إلى الملاك قائلا له: اعطيني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. ياكله هنا يعني يفهمه، يدركه، يستوعبه، يدرسه، ويعرف مقاصد الله المعلنة فيه للبشر. نفذ بقى الأمر ده بسرعة يوحنا، فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. إيه بقى اشمعنى في بقه كان حلو لكن لما أكله بقى في جوفه مر؟ أقول لكم إزاي. كلمة ربنا دايما حلوة، ومقاصد الله للإنسان دايما للخير، والكتاب المقدس كله اتكلم على هذا الأمر. ده داود يقول: ما أحلى قولك لفمي، أحلى من العسل والشهد في فمي. فكل اللي ربنا بيسمح بيه وكل اللي ربنا بيشير إليه كله حاجات لخير الإنسان والفايدة الإنسان. وحتى الألام اللي اتكلمت عليها الرعود السبعة دي الموجودة في السفر الصغير هي أيضا لخير البشر، يعني هدفها التوبة. إيه معنى إنه بعد ما كلوا في جوفه صار مرا؟ معناها احتمال من اتنين. أول حاجة ممكن يكون معناها إن الإنسان بعد ما بينفذ وصية ربنا ويطبقها ممكن يقابل بعض الضيقات والألمات في هذه الحياة، يتألم، يتعب يعني. الاحتمال الثاني إن بعض الناس بيجي لهم إصرار وعناد وعدم توبة، فالأمر ده يسبب ضيق وألم للإنسان بتاع ربنا اللي هو بيدعو الناس للتوبة. فكلا المعنيين مقبول ومفهوم. وأرمياء النبي قال: وجدت كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة القلب. وبرضه نفس الشيء حصل لحزقيال لما أكل السفر في فمه كان حلو كالعسل، لكن في داخله كان كالمرارة والنحيب والويل. دايما مقاصد الله حلوة وكلام الله حلو لأولاده، ولكن لما بيستوعب الإنسان كلمة ربنا ويعيش بيها ويطبقها ممكن يقابل ضيقات وألمات في هذه الحياة، أو ممكن يشوف حواليه ناس بعاد عن ربنا فالأمر ده يضايقه. عشان كده يقول المرنم، يقول: الكآبة ملكتني من أجل الخطاه الذين حادوا عن ناموسك. ونختم هذا الإصحاح بقول يوحنا ما بيقول: فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. بعد ما يوحنا فهم اللي في السفر الصغير عليه إن هو يعلن اللي فهمه ويتحدث عن ما سيحدث في الأيام الأخيرة، وده الحديث بتاع الإصحاحات المقبلة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة تانية.